المدح ما يستحق غير رعيته اللي عليها القصيد الجزل متوالي ولا الردية لعله ينهدم بيته اللي رداهم عليهم مالهم والي مشهور تبدا الوفا مع كل الازمان الطيب هو الكرم من صغر حاويته مشهور تبدا الوفا مع كل الازمان هم تابعين ام محمد دون تلميذه والله ونعمه فيهم ما بهجتالي طالع ولدها كفو من طيب تربيته على الوفا والمكارم صاروا رجالي ايه الفهد اللي كل طالع الطيب والمعرفة عد على العالي وبنات الفهد وبنات الفهد ولهم فزين ماريتا وبنات الفهد ولهم بطيب مزالي وفي يوم محمد محد الشعر توقيتا تستاهل المدح بالأول وبالتالي وفي يوم محمد محد الشعر توقيتا تستاهل المدح بالأول هالمدح ما يستحق غير رعيته اللي عليها القصيد الجزل متوالي ولا الردية لعله ينهدم بيته اللي رداهم عليهم مالهم والي اسمع اسمع ولا منى هذا الشعر زاهيته بنت مانع ونعم وراسها عالي الطيب هو الكرم من صغر حاضين مشهور تبدا الوفا مع كل الازواج الطيب هو الكرم من صغر حاويته مشهور تنبى الوفا مع كل الازواج هم تابعين ام محمد دون تلميذه والله ونعمه فيهم ما بهجتالي طالع ولدها كفو من طيب تربيته على الوفا والمكارم صاروا رجالي ايه الفهد اللي كل طالع الطيب والمعرفة عد على العالي وبنات الفهد وبنات الفهد ولهم فزين ماريتا وبنات الفهد ولهم الطيب منزالي وفي يوم محمد محد بالشعر توقيتا تستاهل المدح بالأول وبالتالي وفي يوم محمد محد بالشعر توقيتا تستاهل المدح بالأول وبالتالي وفي يوم محمد تم التوزيع الفني والمكساج في استوديو الإبداع الفني للإنتاج والتوزيع الفني.